في فتره احتراف مهمه بعد رحيلك من النادي الاهلي، فتره كانت مهمه وفتره كان فيها نجاحات، كانت في الدوري اليوناني استمرت على أربع سنين. كلمنا برضو عن الفتره دي، انا فتره كانت مهمه جدا جدا. انا ما لقيت نفسي مش هلعب في النادي الاهلي اساسي، وانا عايز العب وانا نفسي العب، وانا بصراحه ولسه صغير جدا، وانا ما كانش في دماغي خالص العب في حته في مصر غير النادي الاهلي. يعني دايما وانا صغير كان اي حد يسالني اقول لك انا هلعب لغايه لما بطل في النادي الاهلي، او لو همشي بره مصر، مش عارف اي نادي خالص في مصر يعني. لان انا متربي وانا صغير في النادي الاهلي وتربيتي النادي الاهلي طول الوقت يعني. فجالي فرصه احتراف، لعبت كاس عالم 2005، فكان في وكيل ماكس زبدينس كان هو الوكيل اليوناني، كلمني وقال لي عايزينك هناك في اليونان هاف ليفت، كان عايزين لعيب هاف ليفت وبتاع. قلت له خلاص انا موافق اروح. وكلمنا الباشمهندس عادل القيعي طبعا، وانا طبعا بشكر الباشمهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي طبعا، اتكلموا عليا امبارح كلام شرف ليا اللي هم اتكلموا عليا. طبعا يعني انا مبسوط ان هم اتكلموا عليا، والله هم ناس قيمه وقامه. دايما النادي الاهلي النادي الاهلي ما بينساش ابنائه. والله اتكلموا عليا كلام كويس جدا. وخلي بالك الغلاف ده او التقرير ده برضو من احدى الصحف الاجنبيه برضو لما انت كنت محترف في الدوري اليوناني. فجالي فرصه هناك الحمد لله، ورحت فرقه اسمها كالامريا هناك، وقعدت معاها 4 سنين، عملت معاهم ماتشات على اعلى مستوى. وقلت انا يعني طالما انا ماليش فرصه في النادي الاهلي خلاص احترف بره واخد فرصتي، وكنت هكمل على طول يا كابتن اسامه، بس لولا والدي توفى في 2010 31/3/2010، فمامتي بقى واخواتي لازم ترجع مصر بقى. ولازم ترجع ولازم تكون معانا، وخدت قرار ان انا ارجع تاني مصر ورجعت على انبي ساعتها كابتن علاء ابو صادي. ما رحتش بعيد برده، كابتن علاء ابو صادي طبعا كان هو اللي مربيني، كان هو ساعتها مساعد مدير قطاع الناشئين، هو كابتن محمد رمضان في الناشئين لما كنت في الناشئين النادي الاهلي. ساعتها كابتن ضياء السيد كان هو مدرب برده في النادي الاهلي في انبي، وكان برده مدربي في النادي الاهلي، فكلموني وقعدت معاهم ومضيت العقد معاهم في انبي. انا حتى كمان قلت امضي في انبي برده، نادي كبير، نادي مميز، نادي عنده منظومه اداريه، منظومه شبهها بالظبط، شبه النادي الاهلي. هو سبب من الاسباب اللي رحت انبي طبعا كابتن علاء عبد الصادق طبعا وكابتن ضياء والناس دي كلها، وشبه النادي الاهلي يعني. كابتن علاء قال لي مش هتختلف يعني، طبعا بغض النظر يعني النادي الاهلي طبعا نادي كبير وجمهور، بس المنظومه هتلاقي برده السيستم بتاع النادي الاهلي، ما تقلقش انا عارف ولاد النادي دايما. حتى كابتن علاء عبد الصادق قال لي كده، قال انا عارف ولاد النادي متربين على حاجات معينه هتلاقيها يا عمرو ما تقلقش وتعالى وجرب. انا حتى قلت طب اروح العب في نادي انبي سنه سنتين اظهر نفسي اعمل مواسم جامده ان شاء الله، ومن ساعتها اطلع من انبي على النادي الاهلي تاني يعني.